مش عارف لسه هطلع العجمي ولا اروح فين، لسه مش عارف يعني والله مش عارف. يلا يا جماعه الظروف بتحصل، الوقت بيضيع. يلا حالا يا استاذ، نص دقيقه. انا مش عايز اسمع صوت حد يا جدعان في اللوكيشن، وحد يصحي الناس اللي نايمه دي. احنا هنعمل ايه بالظبط يا عم سنيور؟ هتشوف كل حاجة دلوقتي، بس أول ما تسمع سكوت هنصور تثبت مكانك، ولا حركة ولا كلمة ولا حتى نفس. حاضر يا حاج. يلا أشوف بروفا. اتفضل يا أستاذ، إحنا جاهزين. بروفا حركة. أكشن. يا سادة قريش، ماذا أنتم فاعلون؟ وإلى متى السكوت على دعوة محمد بن عبد الله؟ يا أستاذ، ايه السيجاره دي يا استاذ؟ مش احنا بروفا؟ البروفا زي التصوير بالظبط. انا اسف يا استاذ. يا سادة قريش، ماذا انتم فاعلون؟ وإلى مين العدمان الصدمان اللي قاعد مع سادة قريش ده؟ ايه ده؟ انت بتعمل ايه عندك يا دياب؟ انت مالكش شغل هنا، ومالكش شغل في الديكور ده خالص. انت شغلك مع المسلمين، ايه اللي جابك مع الكفار؟ اخلص واتكل على الله عشان مش فاضيين. لا مؤاخذه يا استاذ، انا عايز ابقى مع الكفار. هو مزاجك؟ والله العظيم ثلاثه يا استاذ، انا حافظ كل الكلام وجاهز على البروفا والتصوير. يا بني ادم ما ينفعش، ما ينفعش تبقى مع الكفار. بص لزمايلك، العز باين عليهم، غضب ربنا باين على وشهم، صحتهم كويسه. انما انت يا دياب، انت غلبان وطيب، علشان كده يا دياب المخرج اختارك تبقى مع المسلمين. ان كان على اللبس يا استاذ، هتقولي لبس كافر ونلبسه في نص دقيقه واحده، هو الكلام انا حافظه تمام 100%. اعمل معاه ايه بقى ده؟ حد بقى يجي يفهمه عشان انا مش ناقص. جرى ايه يا دياب؟ جرى ايه؟ كافر ولا مسلم؟ يا ميتك مدفوعه. وبعدين حد يكره انه يعمل دور واحد مسلم؟ انا بحكي سناوي، اتوسط لي عند المخرج بس، نفسي ابقى كافر. أبقى كافر مرة واحدة في حياتي، النهاردة بس، النهاردة بس، والله العظيم. دوري مع الكفار أحسن بكتير من دوري مع المسلمين. فرصة. وفهمت إنه ما ينفعش. يعني هنفضل على الحال ده كتير؟ طب أعمل إيه يا أستاذ؟ طب أنا ذنبي إيه؟ سايق عليك النبي يا أستاذ، أديني حلفتك بالغالية. أبوس إيدك، أبوس إيدك يا أستاذ، إديني الفرصة دي مرة واحدة في حياتي أطلع كافر، كافر. طب يا سيدي، اتفضل روح البس كافر، دقيقة واحدة وتكون هنا، أنا مش ناقص عتبة، اتفضل. بص دقيقة. بسرعة يا دياب، مش عايز اسمع صوت هنا. حضرتك تعرف الممثل ده يا عم سنوي؟ ده مش ممثل، ده كومبارس. بيطلع في كل الافلام والمسلسلات، مرة يطلع غلبان، ومرة حرامي، ومرة لئيم، ومرة كمالة عدد، لكن المرة دي مش عارف ماله. طب هما الكفار بياخدوا فلوس أكتر؟ لا. طب هو هيروح بالهدوم دي بعد التصوير؟ برضه لا. ازيك يا حاج اسناوي؟ اهلا يا سردة. انا جاي بقى وعشمان فيك عشم كبير قوي. فرح الواد اخويا يوم الخميس الجاي، وشرف لينا بقى وقبها ان صور الفرح تكون يعني ان شاء الله من غير مقاطعه، والف مبروك مقدما. والحساب اللي تطلبه تؤمر. مفيش فرق يا حبيبي. ربنا يخليك لنا يا حاج اسناوي، ما يحرمناش منك، متشكرين قوي. مش عايزين نعيد المشهد تاني عشان ما عندناش اكل تاني، والساده الممثلين الكفار يركزوا شويه وياكلوا بنهم وشراهه عشان نخلص ونخلص المشهد ده من اول مره، عشان نروح عشان اتخنقت. يلا سكوت، هنصور. 25 واحده والمره اكشن. يا سادة قريش، ماذا نصنع بمحمد؟ نقتله. وكيف نقتله وله اهل وعشيره؟ وكيف نقتله وله أهل وعشيرة؟ وكيف نقتله وله أهل وعشيرة؟ نضربه بالسيف. لا يا راد، استوب. هجيب لك واحدة كمان، بس الفخدة دي مش حاجة هينة، عشان الحموضة. عشان تضيع الحموضة يعني؟ تصدق بالله أنا الحموضة دي على قلبي زي العسل. بس بسم الله ما شاء الله عليك، الفخدة في إيدك كانت خف الريشة. على فكرة أنا كنت فاهم من الأول. أنا بيني وبينك عرفت إن أبو جهل عامل وليمة للكفار، قلت مش ممكن تفوتني. أنا حسيت بكده، قلت لا يمكن يبقى كافر على الفاضي. تصدق بالله، لا إله إلا الله.
ما بحلم بالوليمة دي من 15 سنة. 15 سنة؟ 15 سنة بحلم بالوليمة دي، بحلم بإني يبقى في إيدي قبرة لحمة، فخدة، زن، سمانة، حاجات اللي زي حالتنا ما بنشوفوهاش لا في أعياد ولا في حتى في مواسم. وسحنتي اللي انت شايفها دي مخليها الناس شايفاني على إني غلبان وعلى قد عالي. عمرهم ما فكروا يجيبوني كومبارس في حفلة 5 نجوم مثلا، كبير قهوة أو تخشيبة بوظة، ولما الحكاية ضربها الدم قوي يبقى محل كشري. وأول ما وصلني بقى أن أبو جهل عزم الكفار على الوليمة دي، قلت كافر كافر، أنا عاوز أبقى كافر بقى. أيوة أنا كافر. أجيب لك شاي؟ أعمل معاك شغل كويس على فكرة، عشان يعني أنت راجل عسل ودغري على فكرة، وإن شاء الله ربنا يكرمك. أنا أسمع برضو أن الفخدة حلل هالشاي، هات شاي.